السياسة، واليوم طالعين وباكر نطلع ونرفض أي زيادة سعر الدولار. سعر الدولار ثابت وواصل، ونحمل التلاعب بقوت الفقراء كثير على الناس في مستواها المعاشي المدني. خافوا ما راح تفوت الناس في مستوى الشهاني، ترى الناس قادرة تشوف ويجون هسه يريد أخطاء في الماضي. السياسات الفاشلة تستخدم لأخذ الناس في الفقرة، ما نقبل احنا كمواطنين، ما نقبل نموت في نارنا.